نفسيتنا بقى يا دكتورة في ظل هذا الواقع، أنا عايزة يبقى عندي سلام نفسي، مش عايزة يبقى عندي حقد ولا شماتة ولا غل ولا أي حاجة وما تقوليليش ولا ما اشتركش شذوذ. في فيسبوك عشان مش هعرف الاخبار وهبقى منقطعه عن العالم، والله العظيم لا ده مش هنقدر، يعني مش هنقدر. نعمل إيه علشان يبقى عندنا ثبات نفسي كده وبنقول الحمد لله وراضين مهما كان؟ وأنا معاك تماما في كل اللي حضرتك قلته، يعني ده تشخيص رائع، بس ده واقع. إحنا نعمل إيه؟ نتصالح إزاي عشان ما نصبحش مرضى؟ طيب اللي انا هقدر اقوله برضو، اللي برضو متوجهه بيه للي بيعلموا الاطفال او اللي بيشوفوا الاطفال في نموهم، ان هم يفتحوا لهم افاق ويخلوهم يعرفوا يشوفوا نفسهم وتقديرهم لذاتهم. كل ما كان تقديرك لذاتك ان انت تبقى حاسس انك بتصنع الشيء اللي ليه تقدير وليه مقام مهم للبشريه، كل ما كان رضاك عن نفسك حتى لو كان الاخرين بيكسبوا مكاسب. فالنظرة دي هي النظرة الأصيلة في إنه الناس تفضل في ثبات. التجربة التانية اللي هحكي عليها كأنها هي دي بالظبط. إيه بقى؟ برضو أطفال برضو في الابتدائي، ودخلوا قالوا لهم إنه عايزين نقسمكم، اللي عايزين 3 شغلانات تعملوها. مين اللي في المجموعة اللي هتشتغل إنها تركب الترابيزات دي؟ ترابيزات مفكوكة أوكي. وبيركبوها. فمجموعة قالت إحنا، ومجموعة تانية قالوا لهم عايزين يقروا كتب ويعملوا لنا اختصار لكل كتاب. أوكي. فمجموعة قالت احنا، والمجموعة التالتة عايزين مجموعة يقضوا مثلا 6 ساعات، كل مجموعة هتقضي 6 ساعات وفي النهاية هيقيموا العمل. المجموعة التالتة عايزين مجموعة ياخدوا الديول دي ويركبوها لأصحابهم في الخباسة. في الخباسة. فمجموعة قبلت إنها تعمل الشغلة دي. أنا زمان كنت من مجموعة يعني. بس حبيت أقول لكم عشان تعرفوا، عشان تعرفوا أنا ليه اتجنن، ليه اتجنن. وكنا مش عارفة أكمل التجربة كده، مفيدة عليك. لا لا قولي براحتك، هي بتتكلم. طيب جم بعد 6 ساعات والمفروض إن هم يتكافئوا جميعا. فقالوا لهم مفيش مكافآت على فكرة، وإنه المكافآت ما جاتش. زعلوا جدا كلهم، فقالوا لهم طب خلاص نعمل إيه علشان نسترضيكم؟ اللي عملوا الترابيزات ياخدوا الترابيزات. أوكي. فهديوا. واللي عملوا الكتب خلاص ممكن تاخدوا الكتب. ده زعلوا شوية، زعلوا شوية. يعني النسبة بتاعة الغضب طبعا كانت فيها اللي قروا الكتب دول أكتر شوية في الغضب من اللي أخدوا الترابيزات. أما بقى العيال التانية اللي كانوا بيركبوا الديول فدول ما لقوش حل، أصلا هياخدوا إيه؟ يولعوا فيهم. فما لقوش حل غير إنهم يولعوا فيهم فعلا. فراحوا عشان يكسروا لهم الترابيزات. مفيدة نجت من الولع دي، نجت من هذا الحمد لله. أنا كنت الباراشوت اللي عدى.